جمعية آفاق التنمية البشرية دي جامعة بني شيكار. بالنسبة للجمعية، الجمعية تأسس دي نهار 22 دجنبير 2005. الجمعية تسد باش تحقق المجموعة من الأهداف تمزوعة وتنسنت، هو باش أطافع الحيفة تفك العزلة خ المرأة خ تمغاث القروية دانيتان المنطقة، ويجن الهدف النغنيت هو باش نخدم خ إشراك يعني تمغاثة باش تبنى المشاريع المنتجة المشاريع يعني المديرة للدخل وبصفة عامة يعني المساهمة ذي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة. والجمعية تعتبر دي جن منخرطة مستفيدة ذي المشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. شكرا مزوارو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يا خيي الفضاء وماني نفور نتق الصنعة في النغمارة وخطو غا الصنعة في ماشا قطع نوضي ثدات بها، ولكن الحمد لله نهان إذا غا نوماني نستفد يوذا نمارة نستفد نتقاس نتبع وينث الصنعة غا نوضا ميكرامي غا نوضا أبوردا نصيبة غا نوضا مشنوني الرباطي غا نوضا ميكرامي غا نوضا أي حاجة ديكور كروتشي الملابس الناس منطير الناس كلشي من غنغدا ذوني نتا المهم كلشي تي مسريين. نش المستفيدات تصدت كده جمعية آفاق تشكر المبادرة الوطنية التنمية البشرية تعاون أن تصدنت كده على الجمعية نتخيض خمين مغانس شنرخو حويج نغيت حرامني إدغان غيت سنداني تاكيد خزانت ديكورة ثين تصنع ماري ذنو خمين تمعاون أمو تمعاشا خمين غانو موشن وزين عشي إخوان تصدن تستفدن تاكيد مرة تشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الخون تراجع إن شاء الله أن كنت نتعاون يان بنسا أن سمون تصنع فينا أتيك باش تفات نصفو غبارة المهم تحرمين قد توري صنع تنصد غاس نتر الرغبة دي منايا يتعجباس نتر الحال وغان عطاس نتر مسرايين إغان قعاد وجي وغان غدا تجين توري كينا هنتنك إن شاء الله عطاس نو بوردار عطاس نتمس المشينات منين وغان مهم وغان نقول إمكان مشا نعاد، ولكن شي مين عزويا عطاس نازو تعاونية باش نوسع الثخيط النغم المشروع النغم تخيط زي 97 شيني نازم الورشايا نتخيط تغط غانغ قبر ولكن وغانغ بو ماني غان نازم تغانغ تخيط غانغ وينه ولكن وغانغ بو ماني غان نازم 2007 ينازم داغني تخيط. بالنسبة للجمعية أهم المشاريع يعني نزيد تستفد نعيث خدم ذي مزورقة هو إجن مشروع بناء دار المرأة المشروع وانيتا ثم وليث يعني سجن نسبة تم قرنت المبادرة الوطنية التنمية البشرية وانيتا توغث ذي جن الفضاء ثم غاث نبني شكار باش يعني ماني غاثة فمشان الناس ماني غاثة حتفغ يعني ماني لأن الجمعية تخلقس الاحتياجات أنا من تولى الاحتياجات انتم غاد دانيتا احتياجات النوحنجة احتياجات انت حنجات نومشانا نشري قيدي الجمعية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترشهاز قومين بذا نتك الإعلاميات ونشك مستفيدة ذي الجمعية غان خسن رمذا نسن تصن حوايج والخو يلا عن ذا رمذ يلا نسن شويت
وزي سنستفد الشينا زي استفد انت في مغارين في نواي السينان في حرامين ذي الجهة الشرقية بالنسبة لجماعة بني شيكار